احكي عن التوتال هارمونيك ديستورشن والديستورشن باور فاكتور. طلعنا على هدول طلعنا احنا بشكل رئيسي طلعنا على الديستورشن فاكتور تذكروا قلنا الباور فاكتور اوفر اول باور فاكتور بيساوي الديستورشن باور فاكتور مضروب في الديسبيسمنت باور فاكتور مضبوط هاي حكينا عنها والديستورشن باور فاكتور بدخل كونسبت جديد كان موجود عندكم الديسبيسمنت باور فاكتور بالسيركس دخلنا الديستورشن باور فاكتور والديستورشن باور فاكتور هو اذا ربعته يمثل نسبة الباور اللي موجودة فلو ربعته كأنه بيمثل نسبة الباور الموجودة في الفاندمنتال على نسبة الباور الموجودة بالسيجنال كلها ككل هاد ديستورشن باور فاكتور اخذناه مظبوط مش اخذنا هذا واستعملناه لما حسبنا الباور فاكتور اذا قدرت اطلع احلل السيجنال واطلع منها الفاندمنتال اي ار ام اس وقسمته على السيجنال ار اي ار ام اس الار ام اس تبعت السيجنال راح اعطيني الباور فاكتور في ميجر ثاني اسمه التوتال هارمونيك ديستورشن بيستعمل كثير في الباور معظم الشركات اذا بتطلع على الفولتج اللي موجود مثلا الفولتج اللي داخل على منشاه اللي داخل على بيت مثلا اللي داخل على مصنع بقدر اطلع على الديستورشن على التوتال هارمونيك ديستورشن واللي هو بيساوي الار ام اس الموجود في كل الهارمونيكس على المقسوم على الفاندمنتال اذا لاحظوا هون كاني عمالي بقول التوتال هارمونيك ديستورشن اذا ربعته بيمثل الباور الموجوده في الهارمونيكس مقسوم على الباور الموجوده في الفاندمنتال الباور الموجوده في الهارمونيكس على الباور الموجود في الفاندمنتال هذا التوتال هارمونيك ديستورشن فباجي بقول مثلا هاي السيجنال فيها 2% توتال هارمونيك ديستورشن او 3% توتال هارمونيك ديستورشن لو الان انت اجيت طلعت على السبلاي اللي موجود هون الفولتج واخذت اشاره الفولتج اللي موجوده في السبلاي وطلعت عليها ظاهريا راح تبين انها بيور ساينوسويدال اذا اخذنا هاي السيجنال وحللناها وفي ميترز خاصه كانت تحللها بامكاني اشبك ميترز معينه بتحلل الهارمونكس اللي موجوده راح تطلع على هاي السيجنال وتحلل وتطلع الفاندمنتال وراح تطلع الهارمونيك كومبوننتس اللي موجوده اللي معظمها راح يكون ايش تتوقعوا راح يكون في السبلاي هذا الرئيسيين الأول موجود أكيد طبعاً هاي شكلها مبين إنه ساينوسويدال. توقع التانيات الرئيسيات اللي موجودين. ثالث. خامس وسابع. راح تلاقي بشكل رئيسي في الكهرباء راح تلاقي الفيفث، والسيفنث، إلفنث، وثيرتينث إلى آخره. هذول هم الرئيسيين راح يكون في التانيات بس هذول هم الرئيسيين. ليش تتوقعوا هذول اللي موجودين بالسبلاي بشكل رئيسي؟ لا. هو 3 فيز سيستم صحيح بس ليش 5th و 7th 11th و 13th ليش لما باجي على الشبكه الوطنيه لاي بلد معظم الوقت راح الاقي غالبيه الهارمونكس بتبدا سيجنيفيكانت هارمونكس على الخامس والسابع و 11th و 13th المصانع بتكون بتستخدم 6 بلس ريكتيفاير تمام 6 بلس ريكتيفاير بالضبط معظم الريكتيفاير معظم الاندستريال سيستمز راح تكون 6 بلس ريكتيفاير فمش راح يكون في ثيرد في شيء خفيف راح يكون ضعيف جدا بس معظم اللي راح الاقيه هو 5th و 7th 11th و 13th حتى احسب التوتال هارمونيك ديستورشن من هون بجيب هذا كبرسنتج لانه هدول لو قسمتهم بقدر اقسمهم هون بقدر اقسم البسط والمقام مضبوط مش بقدر الان اقسم البسط والمقام على اي 1 ار ام اس فاذا قسمت البسط والمقام على اي 1 ار ام اس بصير عندي اي 2 على اي 1 ار ام اس
تربيع زائد اي 3 ار ام اس على اي 1 ار ام اس تربيع. فلو قسمت البيك على البيك او الار ام اس على الار ام اس، ما هو هذا ساينوسويد مش اي 2 ساينوسويد واي 3 ساينوسويد واي 4 ساينوسويد. لو قسمت هذا على هذا كبرسنتج وربعتهم وجمعتهم بعطيني التوتال هارمونيك ديستورشن تبع هاي السنه اللي هي باي سبلاي. لو طلعنا هذا السبلاي شو بتتوقعوا؟ تقريبا 2% 2.5% 3% في اي سبلاي راح تلاقي هيك، ما راح يكون نظيف 100% الا في نسبه من الهارمونيكس الفيفث وسفنث 11 و13. اوكي ماشي، الواضح فاهم كل التعريف. اذا حط طريقه حتى تتذكرها حتى تقدر تفهمها، الديستورشن باور فاكتور لو ربعته بعطيني الباور بين مين ومين؟ الباور من الفاندمنتال للسيجنال كلها. والتوتال هارمونيك ديستورشن لو ربعته شو بعطيني؟ بعطيني الباور اللي بالهارمونيكس على الباور بال فاندمنتال. اوكي يعني هون نحطها بهذا الشكل، اذا اخذت الديستورشن باور فاكتور وربعته بيساوي بيمثل الباور ان ذا فاندمنتال يعني الفيرست هارمونيك على وإذا ربعت التوتال هارمونيك ديستورشن معطيني الباور ان ذا هارمونيكس بنحكي باور لاني بقدر اضرب في السيم ريزيستر. كل فاهم لما بقول باور يعني لا خذ هدول اضرب هلا هدول ربع هاي ربعتها وضربتها في ريزيستر صارت اي سكوير ار في اي سكوير نفس الار، فالار بتشطب مع الار. اوكي